فيها من رحم المعاناة يولد الأمل ومعه اليقين بتحقيق الذات وسط الكبار، شريطة المثابرة ورفع شعار التحدي. من كان بالأمس مهمشا صغيرا في دروب مدينة علمية مغربية اسمها فاس، ولمن لم يكن يعرفها بالعلم والقلم أصبحت الآن معروفة بكرة القدم من نافذة المتألق يوسف النصيري. شهر يناير لن ينسى للمغاربة وللإسبان في منطقة الأندلس. إشبيلية بلاعبيه على خط النار مع الكبار ميسي وغيره من عمالقة الليغا أمام تحدي يوسف النصيري. انتقدوه بداية وكأن المبلغ الذي دفع فيه أكبر من قيمة لاعب شاب خرج من المغرب بحثا عن المجد، فرد عليهم بطريقته الخاصة داخل صندوق المباريات باللغة التي يتقنها وهي لغة الأهداف. ولمن لم يفهم من منتقيه كتب يوسف النصيري في الانستغرام أنه فخور بماضيه صبيا وبحاضره قويا متجاوزا الصعاب بعزيمة في طريقه إلى مستقبل أفضل قوامه العمل الجاد لأنه ليس هناك طريق آخر. ابن المغرب الفاسي كتب فأوجس والباقي تغنت به سطور السلطة الرابعة هناك في المغرب، عندما ذكر تخرجه من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بإعاز من مديرها سابقا ناصر لارغات الذي أصبح الآن من أهل الحل والعقد في مارسيليا الفرنسية. أما سطور الصحافة الإسبانية فتغنت هي الأخرى بأهدافه السبعة في شهر يناير، والتي استحق بموجبها التتويج بأفضل لاعب متقدما على الكبار. بين علم مدينة فاس وكرة القدم تصدق هنا مقولة شعبية لأهل المدينة العتيقة على ابنهم يوسف النصيري، مفادها أن مدينة فاس حاكمة للعالم.